يقول يا زين البل تالي الليل تسري محمله بعفش العرب ورجالها ورحولها عليها الهودج مبني داخله بنت مزيونة تغني. الله الله البل سفينة الصحراء يا ما قطعت من آلاف المسافات. ما شاء الله هذا البرابل ما شاء الله ب 650 ترى تختار منها أي واحد، يعني اللي بيطلع للبر الحقيقة مناسب سعره جدا جدا، 650 ريال بربري على كيفك اللي بيطلعوا للبر الآن. هذول الأسعار حقنا طبعا يبغون التفريغ، أسعارهم الحقيقة ممتازة ومناسبة. هذا أسعار البرابل، الله يوفقهم يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. الفان اللي هي ما شاء الله الجذعان يبيعونه ب 1300، لا ب 1300 وحوله 50 و 400 وفي ب 1300 وفي ب 1200 يمكن وفي ب 1150. الخرفان اسعار الخرفان طبعا بالتبريد من 1150 ل 1400 كلها جذعان حسب الحقيقه طيب الخروف وذا، لكن الله يوفقهم اسعارهم مناسبه وجيده للي يبي يتسوق منهم. الله يوفقهم. شكرا لكم. في اشياء هذول الاشياء ما شاء الله عندهم اسعاره مناسبه جدا من 500 وطالع، في شيء ب 500 في شيء ب 600 في شيء ب 700 في شيء ب 800 حسب الحقيقه الشات. وفي كم تبث يوسف هوي؟ عندك بث يوسف هوي؟ ما فيها؟ الحري بكم اخوي؟ الحري من 500 ل 900 برضه اشياء ها؟ اشياء كلها اشياء ذي ما شاء الله كلها اشياء حري ونعيمي ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم. والخرفان اخوي كم؟ ما عندك ها؟ الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله يوفقهم يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. اللي مثل ذولي الان كلها اشياء ما شاء الله فيها شيء مضاريع منها؟ في اشياء مضاريع يعني اسعارها مناسبه جدا للي بيستثمر يشري مثل ذولي، اسعارهم مناسبه الحقيقه وتربيتهم يربيهم مده قصيره ان شاء الله كلها اكثرهم بتولد يصير عنده حقه حلال طيب وحلال كثير بمده قصيره، انه ينتج حلال كثير بمده قصيره بهالاسعار الطيبه للحق للاشياء اللي هي كلها اكثرها مضاريع. في اندفيع في 800 في اندفيع وفي مضاريع ها؟ وفي حين ها؟ ما شاء الله تبارك الله يبارك لكم. الله يرزقهم ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للنجدي خرفان أسعارهم بحدود 1400 ريال، ما شاء الله خرفان باين علينا الطيب ما شاء الله، هذا بالتفريد يعني أسعارهم مناسبة يعني زي ما قلنا احنا للجملة يعني أسعارهم قريبة ومكاسبهم قليلة، الله يرزقهم ويزود لهم الحقيقة، يستاهلون كل خير يتعبون. الحقيقه هذه ما شاء الله الخرفان النجدي ب 1400 ريال تنقى منهن ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه للنعيم يا اخوي ب ها هذا سين ب 1600 هذا هذا والارخال الارخال عندهم 800 وعندهم 9 والحري الحري من 750 الى 850 تلقى منهن الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. هذه اسعار التفريد طبعا عندهم ما شاء الله تبارك الله يوفقهم ما شاء الله تبارك الله. هذه اخر سعر عندكم يا ابو اسعارهم ها ذكرنا لكم الحري ذكرنا لكم النعيم والنجدي ما شاء الله تبارك الله يبارك لهم ما شاء الله. من الاغنام فيها شياه وفيها خرفان وفيها حري طبعا عندهم اسعار الجبر الخروف الطيب الجبر اللي بيض الوجه عندهم من اسعار 1300 الى 1500 ريال. وبالنسبه اشياء ابو عندهم اشياء الطيبه اللي هي عمره صغير ب 1000 ريال والحايل والحايل عندهم من 700 الى 800 الحايل هذه من 700 الى 800 ريال. هذه بالنسبه للاغنام اللي هي بالتفريد الان اللي يسالون عن اسعار التفريد الحقيقه هذه موجوده اسعارها الان الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. يعني اسعارهم نقول انها ممتازه جيده قريبه من الجمله ما هي بعيده ما يعني مكاسبهم ضعيفه يعني يعني لو تطول الاغنام عندهم ممكن يخسرون وهم يعلفونها يخسرون. ما في مكسب يعني ما فيك. لكن ممكن الانسان يتعرض للخساره اذا طولت عنده الاغنام صح ولا لا؟ انتم بالنسبه خاصه راعينا التفريد يعني تحاولون انكم تصرفون عشان ما تكلفون زياده تعليف صحيح ولا لا اخوي؟
الله يوفقهم ويرزقهم حق يستاهلون. دائما متواجدين بالسوق حتى الظهر، عز الظهر وراحة الناس يكونون الاخوان حق متواجدين ويسوقون هذه الاغنام طبعا لصالح كفيلهم. الله يوفقهم، نقول نشكرهم حقيقة على جهودهم الطيبة، ودائما اللي نلقاهم بالسوق يوفون الغرض للي حق المتسوقين. الله يوفقهم ما شاء الله.